السلام عليكم، معكم الشيفة مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل كيكة اللوز. هاي الكيكة مصنوعة بس من طحين اللوز، يعني ما استعملت أي طحين، وتفيد الناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين أو من القمح عموما، والناس اللي متبعين حمية الكيتو أيضا مفيدة لهم. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 3 حبة بيض، فصلت البياض عن الصفار، ولازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. راح اخلط هنا الصفار واضيف له 1/4 كوب شكر، وممكن ما تضيفون شكر، تضيفون عسل او اي شكر صحي تستعملوه، ممكن يعني مو الا شكر عادي على مود يكون صحي اكثر. هنا بقيت اخلطه مدة طويلة، يعني تقريبا 5 دقائق الى ان بيض لونه بهالصورة صار، يعني بين عندكم. ضفت له 1/4 كوب حليب وخلطته خلط جيد بهالصورة، وانا شغلت الفرن على درجة حرارة 180، وياخذ وقت 25 دقيقة تقريبا شوى هاي الكيكة او خبز هاي الكيكة. من بعد ما خلطت الخليط السائل ضفت له 1 كوب طحين اللوز. تابعوني على الانستغرام اراكي فود كي. ضفت 1/2 ملعقة اكل بيكنج باودر ونصف ملعقة أكل فانيلا سكر أو أي فانيلا متوفرة عندكم إذا سائلة بعد أحسن، وضفت 1/4 ملعقة شاي بيكربونات الصوديوم، يعني صودا إحنا بالعراق نسميها، و1/4 ملعقة شاي ملح. خلطت هاي المواد خلط جيد إلى أن ثخنت شوية، وهنا بديت أخلط البياض مال البيض اللي فصلته بالبداية، وضفت له 1 ملعقة أكل شكر على مود يثخن. ممكن تثخنوه أكثر مني، يعني شوية صار يعني مو كلش ثخين، يعني إذا يثخن ويصير على شكل رغوة يكون أفضل بعد يعني. بس على العموم أنا نجحت عندي الكيكة، بس ما يخالف أنتوا حاولوا تبقون تخلطون بيه خلط يعني سريع وجيد يعني مدة أطول. هنا ضفت 1/4 الكوب اللي بقى، لأن أنا بالبداية ضفت 3/4 الكوب، وهسا ضفت 1/4 كوب دقيق اللوز حتى يكمل عندي كوب. انا منزلة فيديو على القناة يبين لكم شلون تحضرون دقيق اللوز، راح انزلكم الرابط مالته بصندوق الوصف حتى يفيدكم اذا ما متوفر عندكم دقيق اللوز. هنا من بعد ما خلطت كل المواد، يعني البياض ويا الخليط الاول، ويكون الفرن سخن على درجة حرارة 180، دهنت هذا القالب واي قالب متوفر عندكم مو الا مثل هذا، ورشيت عليه دقيق اللوز يعني طحين اللوز، وخليته بالفرن، واخذ وقت تقريبا 25 دقيقة وطلعته، وتركتها الى ان بردت وزينتها بشرائح اللوز وقطعتها، وهذا شكلها النهائي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو اذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة اذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العراقية.